مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة الليلة نناقش فيها اتحاد المصارف وأهم المشاريع التي يتبناها وأثرها على الاقتصاد الكويتي. مشاهدينا الكرام، إيمانا بأهمية دوره وتقديرا لمسؤوليته الوطنية في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التنمية الاقتصادية، يحرص اتحاد مصارف الكويت على التعاون مع صانعي ومتخذي القرار بمؤسسات الدولة، كما يحرص على تقديم رؤيته بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، وذلك لدفع عجلة التنمية في البلاد. التفاصيل في سياق التقرير التالي. إشهار اتحاد مصارف الكويت في العام 2001، حرصت البنوك الأعضاء على مواصلة تحقيق رسالته التي تتبلور في توثيق التعاون بين البنوك المحلية وتمثيلها وإبراز دورها في الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع ودعم وتطوير الأداء المصرفي في دولة الكويت، لما لذلك من آثار إيجابية في ترسيخ دعائم نمو الاقتصاد الوطني. وإيمانا بأهمية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، يحرص الاتحاد على التعاون مع صانعي القرار بمؤسسات الدولة وتقديم الرؤى بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية. إنجازات عدة حققها اتحاد المصارف على مدى الأعوام الماضية عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية لتطوير قدرات العاملين في مؤسسات القطاع المصرفي، والاستمرار في دعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، كما أنه يسعى بجهود دؤوبة لتوفير الدعم للمبادرات الاستراتيجية المستقبلية للقطاع العام وتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى، ما يؤكد القدرة المالية للبنوك ويعزز الثقة في قدراتها التقنية وبنيتها التحتية. استراتيجية جديدة لاتحاد المصارف تتضمن المراجعة الدورية للعمل والأهداف المحققة وتطوير أداء مختلف اللجان لزيادة كفاءة الاتحاد ودراسة التشريعات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرقابية لضمان الاستفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها على الاقتصاد المحلي. وينضم إلينا في الاستديو الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت. مساك الله بالخير أستاذنا الكريم، وسعيدين بتواجدك معنا. ولا شك أن في موضوع أنا ودي أبتدي وياك فيه، يعني هناك الكثير من التساؤلات عبر تويتر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اللي صار على بنك الخليج، يمكن طلعوا بيان بنك الخليج، ولكن من وجهة نظرك اتحاد مصارف، رؤيتك حول هذا الموضوع وتعليقك. اتحاد المصارف طبعا طلع هم بيان، يعني نعم، بعد بيان بنك الخليج، هو المجمل العام ان الحسابات العملاء لم تمس. نعم. كافه البنوك، الانظمه الامنيه عندها جيده. نعم. بالنسبه لموضوع بنك الخليج، يعني نتركه حقهم البيان. البيان قالوا البيان، وكان البيان واضح، يعني انا لا كل شيء بامان، يعني ان كل شيء بامان. لحسابات العملاء كان عندهم خلل فني وهذا، بس انا بترك موضوع بنك الخليج لبنك الخليج. بس انا كاتحاد مصارف اتكلم بشكل عام. نعم. ان اطمن عملاء البنوك كلها، ان ما في شيء، والاجهزه الامنيه مالتنا كلها زينه، والاختراق لم يؤثر، يعني لا. نعم. بس طبعا هذا بهالمناسبة أنا بتكلم موضوع ثاني، ما يخالف أساس إن أنت قلت لي بداية هذا إن يكون، يعني قاعد أقول حق الإخوان العملاء ولا لا، يعني لا تنخدعون في اللي تيكم الأخبار عبر الوسائل. لا مو عند أخبار، لا يعني حتى يقول لك يسمونه هذا نظام الفيشينج، إنه والله عطني رقمك السري أنت كسب جائزة. نعم. قاعد تصير حالات ما لها علاقة بالبنوك، بس لها علاقة ساعات بالعملاء، يعطون معلومات عن الرقم السري ماله وعن هذا، وبعدين يقول أنا صار فيني شيء أو خذوا فلوسي أو هذا. إحنا قاعد نشوف نسمع، صح، تصير حالة حالتين، بس هذه
يسمون عصابات منظمة قاعد أتكلم. فأنا أقول لك عن البنوك، لا يمكن إحنا كبنوك نطلب معلومات عن حسابك ورقمك السري عبر التلفون أو التلفون أو أقول لك على الإيميل جزلي ولا كذي، لا يمكن. لو ياك هذا أول شيء لا ترد، وإذا تقدر تبلغ البنك بعد أفضل. تمام. هالمناسبة. ممتاز، شكرا لك وشكرا على يعني حضوركم في ما يخص موضوع أي موضوع يتعلق في هذه المواضيع المؤامرات اللي عبر تصير عبر ال. تكونوا أنتم موجودين. ولكن سؤالي ودي أطرح عليك يعني أن هناك البنوك تسعى إلى تمويل المشاريع الحكومية أما من خلال نموذج الشراكة أو حتى من دور القطاع الخاص والعام، لكن دور اتحاد المصارف في هذا المجال أو هذا الموضوع؟ يعني احنا قاعد نشارك واحنا مع يعني اغلب المشاريع، مثلا خلينا نقول السنه اللي فاتت اغلب مشاريع الحكومه في القطاع النفطي احنا البنوك كلها كانت مشاركه، ومشاركه بارقام كبيره. صح. يعني موضوع خطه التنميه مثلا احنا مستعدين نشارك، بس هني بالكويت يعني في الامور تاخذ يعني دور طويل، الدوره المستنديه يعني مثل هذا الحين مثلا يعني احنا يعني موضوع مدينه الحرير او او كويت 35 يعني البدايه ما كانت جيده. صحيح. يعني انا ما قاعد اقول شيء جديد يعني بس بالجرايد ما كانت جيده في اللجنه الماليه يعني هذا يعني انا اعتقد إذا بوجه حق الحكومة كلام يعني ما عندهم علاقات عامة PR يعني ما يمهدون يفتقدون لهذه ما يمهدون يعني أنت أعتقد الخطة بشكل عام جيدة والأرقام اللي قاعد نشوفها 200,000 فرصة عمل واستثمارات أجنبية ومطور وهذا، بس بالأخير أنا أعتقد لو تسألي واحد من من سكان الكويت شنو الموضوع هذا ما اعتقد يدري. صح. وما حتى ما في رؤيه واضحه، حتى تساؤلات اعضاء مجلس الامه كانت محلها بعضها من قبل يعني بعض الناس اللي بس يعني, يعني بالاخير يعني ما اعتقد انا حسب قريت انا ما حضرت اللجنه. نعم. بس بين الناحيتين كان في او يسمونه الفارق بعيد اللي قاعد يتكلمون عنه الحكومه واعضاء مجلس الامه الرد عليها ما كان يعني ما نعم. كان اعتقد كان في يعني خلينا نقول مثل ما اقول علاقات عامه تبني عليها مع انه يعني كان في اجتهادات من قبل الحكومه ويمكن شفنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى بالتلفزيون هناك برنامج عن رؤيه الكويت وعن، لكن يمكن تحتاج بشكل انت تقصد ان تكون بشكل اكبر يعني أكبر او اكثر علاقات يعني مباشره يعني مباشرة. يعني انا التساؤلات اللي اسالوها عظامه سمه نعم. يعني كنت اطالعها واقول هي المفروض يعني كانت يعني تبحث مع انت قصدك ان الحكومه تبحث مع الاعضاء يعني نعم. مثلا يعني انا هذا كان وجهه نظري نعم. يعني أنا الاسئله اللي قاعد تنسال يعني خلينا نقول بيسكس يسمونها أساسية يعني أساس الخطة هذه صار 6 أو 3 سنوات نعم. أسئلة أساسية صحيح وجاوبوا الإخوان بس إخوان أعضاء مجلس الأمة ما اقتنعوا يعني في شيء أنا أعتقد في نقطة ناقصة يعني. ناقصة إيه ناقصة تمام. طيب طالما تكلمنا على موضوع خطة التنمية، لكن هل فقط أنت عفوا تقول بأن يجب على الحكومة فقط أنها تفعل دورها البابليك ريليشن أو البي آر العلاقات العامة مع 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 اتحاد المصارف أو مع الجهات المعنية، هذا فقط اللي ينقصها أم ينقصها بعد أشياء ثانية؟ لا طبعا إحنا حين لما تقول تنمية نتكلم عن تنمية اقتصاد كامل نعم. يعني موضوع قانون الخصخصة، موضوع قانون الدين العام، موضوع التمويل العقاري حق الإسكان، يعني اقتصاد الحين إحنا حاصرين موضوعنا كله قاعد نقول الشمال. صح. هذا يعني اوكي جزء 35 بس احنا عندنا اشياء يعني الحين قائمه موجوده الان يعني موضوع خلينا نتكلم عن موضوع الخصخصه. تمام. يعني الحكومه كل سنه في ميزانيتها يقول لك والله بنخصص، والكلام هذا انا ما اقوله هم يقولون نفس صحيح الكلام. صحيح صحيح. بنخصص البريد، بنخصص الهواتف المتنقله، بنخصص محطات الكهرباء الكويتيه، عرفت شلون؟ وان هذا راح ياثر على العجز الميزانيه. نعم. وتمر السنه وما يتم مناقشتها اصلا، تلاقي دخلنا في مجالات ثانيه. صحيح صحيح. ولكن يعني الاولويات عاده يعني تعرف الخطه حلوه بس بالاولويات من الدش بالسنه الماليه اختلفت وانا ما الوم الجميع الصراحه، انا ما الومهم يعني الوزاره والتجاذب اللي قاعد يصير هذا، انا ما اعتقد المتخذ القرار وانا يعني الحين اتكلم من القطاع الخاص يعني نعم. يعني
وانت الارقام قدامك وكل شيء موجود. لا القطاع الخاص احنا عندنا حريه في تنفيذ استراتيجيات واتخاذ قرارات احنا نتبناها ونراها مصلحه المؤسسه. اعتقد بالحكومه الوزاره الله يساعد الله يساعد الله يساعد بالعون الصراحه. طيب يمكن هني من الاشياء المهمه عندنا كذلك في الكويت التمويل العقاري. يمكن تكلمت مع اكثر من شخص واحنا قاعد نعد الحلقه هذه من العقاريين يعني امثال الاستاذ تليجان سليمان تليجان، كنا على اساس انه موضوع اذا كانت هناك في مشاكل وذكر عن حجم التمويل العقاري يعني من قبل البنوك. فياليت لو تكلمنا اولا عن التمويل العقاري وبعدها راح نفصل في الاسئله يعني وياك. احنا بنتكلم حجم الاقراض في البنك يعني البناء السكني والتجاري والاستثماري. نعم لما نتكلم يعني اول شيء خلينا نفرق بين التمويل العقاري، التمويل العقاري اللي هو التجاري والاستثماري والسكني وبعدين السكني. نعم شوف حجم محفظه الائتمان بين البنوك كلها مع البنوك كلها 40 مليار دينار. 40 مليار تمام. 12 مليار اللي هي المقسطة والاستهلاكية اللي على الرواتب اللي هم الإخوان يعني عملائنا العملاء. 8 مليار تقريبا 8 مليار هذا رايح حق العقار، احنا ما نتكلم عن السكني، رايح العقار. عقار 4 منها رايح استثماري. هل من الثمانية من الثمانية 4 مليار رايح استثماري و3 مليار رايح تجاري اللي هو مجمعات تجارية والباقي راح يكون ما بين الحين طبعا اللي هو ما بين فنادق وما بين مستشفيات وشذي يعني استثماري يعني هذه تصنف من ضمن الأربعة حول مليار ونص. هذه تقريبا هذه هي مستشفيات الفنادق يعني هذه الأمور الأخرى خلينا نقول الأخرى يعني أخرى يعني. تمام الحين نرجع حق السكني مو ظاهر لأن أصلا بالكويت ما في سكني يعني الدورة الوحيدة ترى اللي ماذا تقصد ما في سكني يعني. ما في سكني يعني ما يجي واحد مثلا الحين بالعالم كله لما تروح تشتري انت بيت ما تنطر الحكومه تروح تقول والله بشتري البيت واروح البنك والبنك عنده تمويل وفي في دعم من الحكومه وتروح تشتري بيتك. الحين بالكويت الان بالكويت اليوم تروح بنك الائتمان طلبات انا بدخل موضوع ثاني الحين بس لا 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 خلني امشي وانت قول لي اذا انا حيدت شويه قول لي لا بالعكس انت في الموضوع في صدر الموضوع. نعم يعني بنك الائتمان عنده تقريبا الان 90,000 طلب تمام ينطرون دور كل سنه من السنوات الجايه. انا بتكلم لسنه 2030 عشان هذا قاعديه 12,500 طلب. هذا طبعا بناء دراسه سوتها الحكومه مو احنا بنك الائتمان سواها حول 12,500 طلب. الحكومه اليوم سنويا بالماضي كل اللي تقدر تسوي 3,000 طلب. فانت الزيادة هذه قاعد تزيد صحيح. الحكومة طبعا عندها خططها في موضوع المطلع وموضوع الصباح الأحمد وهذا وغيره بس كل هذا ما يتعدى 40-50 ألف قسيمة. أنت عندك 90,000 وقاعد تزيد 12,500 بالسنة. نعم بالسنة. ف يعني موضوع حل مشكلة الإسكانية بالطريقة اللي قاعد نسويها الآن وعلى يد الحكومة فقط ما تقدر تحلها. والحكومة عارف شلون لأن نقعد مع المسؤولين وإحنا أنا على فكرة من ضمن اللجنة اللي قاعد تنظر الأمور هذه مقتنعين إنه ما يقدرون يحلونها بالطريقة الحالية ما يقدرون يحلونها. أنت يا حكومة ما يقدرون الأرقام تقول كذي. الأرقام تقول كذي. طيب انا ما اتكلم اني انا يعني ارقام دراسه. سووا دراسه انا عندي هذا بس ورقه بس يعني حلوه بالدراسه اسالوا الكويتيين سووا دراسه من ضمن الدراسه سووا استقصاء. سالوا الكويتيين حطوا لهم عينه وسالوهم 45% من الشريحه قالوا احنا مو راضين عن طريقه الاسكان هذا قاعد ننطر في البيت وننطر 10 سنين وهالكلام. تمام 33% راضين 33% راضين. ليش مو انتوا راضين؟ سألوهم السؤال الثاني ليش مو انتوا راضين؟ 60% قالوا مبلغ القرض 70,000 ما يكفي واحنا الحين قاعدين بالكويت ونعرف 70,000 ما يبني بيت. ما يبني بيت. لأن في احنا ننسى ان الأرقام اللي نحطها هذه فيها موضوع التضخم يعني 70,000 صار لها يمكن 10-15 سنة اللي كان يعني أنا أذكر الله يرحم الوالد لما أول بيت من أول بيوت اللي خذوهم خذوا قرض 15,000 وبنوا البيت بعدين يو رفعوا بنك التسديد سووا 30,000 بعدين سووا 50,000 بعدين سووا 70,000
وكل ما ننطر راح احيل النواب يقولون خلينا نسوي 100,000 فتضخم ماشي والاسعار ماشي. مو هذا الحل. الحل يعني شلون يعني اليوم هو الـ يعني الاخ الكويتي لا لا الاخ الحين الخريج والمتزوج او خلينا نقول مواطن حديث وطلب بيت ايش قاعد يصير الحين؟ يعني انا المشكله هي المشكله يعني تعرف لها تداعيات. ايش قاعد يصير الحين؟ هو قاعد يروح ياجر الحكومه تعطيه 200 دينار الحين اقل شقه ولا شيء 500 دينار فهو قاعد يدفع 400 بالشهر. 400 بالشهر ضربها بسنه هذه 5000 دينار 4000 ثمانية 5000 دينار. اذا قعد 10 سنين الريال هذا دفع له 50000 دينار اجار يعني صحيح يعني صح لو, صح لو هو من اول مره من عقب سنه راح شرى له حتى ما نقول احنا الان بيت شقه شغلك شقه 50000 عرفت شلون؟ انت عقب 10 سنين او 8 سنين لما يجيك البيت ها اللي عندك اصل ما عندك شيء دفعته بقيت تبيع البيت تبيع الشقه هذه وعندك فلوس وتروح فين يعني ايش قاعد يصير الحين الاخوان اللي هم الابهات نعم الابهات وانا من ضمنهم نعم احنا نقول ولدي وين بيسكن بالمستقبل صح ايش صار الحين الكل قام يسوي شنو في بيته قام ينزل شقه وشقتين فوق صحيح. حق العيال انزين سويتهم حق العيال وبعدين خل اجرهم فجأة لقينا وهذا الشكوى الثانية في السكن أن مؤجرين في مناطق سكنية والسيارات قامت الفريج قام يضيج عليهم بالضبط وبعدين لا وصار ضغط على الخدمات صح الخدمات في المنطقة نفسها قام يصير طبعا المناطق الكويتية معروفة ما يحتاج نذكر أسامي بس فالنظام كله إذا ما حليت واحد راح يعطيك تداعيات على مثل كرة الثلج تكبر المسألة ولكن يعني يمكن قاعدين نشوف هم هذا يأتي لدور لكم يعني كاتحاد المصارف إنه في التوعية في بخص موضوع السكن يعني أنت قصدك من خلال الكلام هذا اللي ذكرته أن هناك في مشكلة أن الحكومة لا تستطيع أن تحل أزمة السكنية الواحدة لازم يكون هناك دخول القطاع الخاص مثلا في البنوك والمطورين والشركات المطورين العقارية يعني يمكن حتى اليوم احنا شفنا يمكن احد الاخبار ان في احد الشركات خسرانه يمكن اكثر من 70% من الارباح يعني الارباح التراكميه يعني صارت فوق 70% هذه هاي شركه استثماريه هاي شركه عقاريه مكتوب كان كان مكتوب شركه عقاريه طيب هذه شغله الشغله الثانيه يعني ولا سوري انا هذا يعني بالعالم كله يترك المجال بس الحكومه المطورين تطور نعم. على فكره ترى البلد الوحيد بالعالم اللي ما فيها قانون تمويل عقاري الكويت شوف البلد الوحيد بالعالم حسب الدراسه السبب انا كنت جاي اسالك فيما يخص موضوع التطوير العقاري ايه؟ هذا القانون ليش لان الحكومه وارجع مره عطني 10 سنين يمكن 10 سنين رجوع نعم. جنوب السره كان في شركات ما احتاج اذكر عشان ما يبغى في شركات خذوا اراضي وقسموها وطوروها وباعوا حق الناس والناس كانوا يبيعون لهم ذيك الساعه القسيمه 100,000 90,000 صحيح كان الريال يروح ياخذ 70,000 من هذا ويحط له 20,000 وسكنه وناس ساكنه الحين مطلع انا جنوب السره جنوب السره واقول لك بالسلام انا نعم. اشوفهم قدامي يعني وحتى في الفطاس ايه 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 طبعا موضوع القانون طلع نعم 2007 يسمونه 6 و7 من 2008 كذي 2007 اي اللي هو قال ممنوع ان الشركات تملك او تطور مناطق يعني كان النظره وقتها ان دخول الشركات قاعد يرفع اسعار الاراضي فبالتالي طلعت راح تنزل صح النيه صافيه النيه صافيه بس بالاخير اليوم الارض بنص مليون 400,000 اذا بتاخذ لك منطقه داخل الكويت نعم. يمكن حتى بالفطيره يمكن 250,000 يعني صح صح يعني الربع فوق فبالتالي الربع بالتالي ما انحلت انا اعتقد الحل هي موضوع نرجع مثلاً اقتصاد هيمنة الحكومة على الاقتصاد كله على صحيح 80% من اقتصاد الحكومة من اقتصاد الكويت بيد الحكومة وإذا يبنى بعض الشركات اللي قاعد تشتغل الآن بس لها علاقة بقطاع النفط يعني مثلاً بلاستيك وذولة اللي لها علاقة توصل 90% من اقتصاد الدولة بالحكومة والحكومة في كل سنة من ضمن الديباجة الخصخصة 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 بس طيب وين تشوف المشكلة إن ما يتم خصخصة المشاريع؟ وين يعني ما حد فاهم يعني النقطة اللي يمكن الحكومة لها وجهة نظر يمكن قد لا لا النية موجودة قد ترى إن الطرف الآخر غير جاهز بشكل بعاد يعني ما أنا أقول لك صح يعني بمشي معك في الطرح نعم. هذا شنو أفضل
قطاعات خدمات بالكويت. أكبر قطاعين البنوك والاتصالات. الاتصالات. وذولا يعني خلنا نرجع ونقول أنت يمكن بالعمر. نعم. انطلق واحد وانطلق اثنين لما كانت الشركة مملوكة الحكومة. مملوكة الحكومة صحيح. كان حتى تبي تليفون تنطر واصلة يعني كان صحيح. 5000 يعني قال والله سوينا 6000 ويروح من خصصوها ودخلوا شركتين. أنا أعتقد قطاع الاتصالات الحين وأنا أروح أسافر بحكم شغلي بحكم عملي تطور من أفضل القطاعات منافسة وقاعد يبون تكنولوجيا وموجودة فلوس. أرجع على قطاع البنوك اللي أنا مثله من أفضل القطاعات. أنا أسافر إنجلترا وأسافر أمريكا ما يعني في بعض الأشياء إحنا أفضل منهم لأن إحنا عندنا تكنولوجيا وعندنا فلوس وقاعد نصرف على تشتغل. فهذه أكبر مثال حق موضوع الخصخصة. أبي أقارن ما أبي أقارن عشان ما حد يزعل بس في قطاعات خدمات حكومية. أنا أتكلم البريد يعني إحنا بالكويت الكل قاعد يروح حق شركات خاصة صحيح. عرفت شلون نتكلم عن الهاتف الثابت أنت الحين أو آخر مرة استخدمت الهاتف في البيت. أنا عندي هاتف ثابت بس استخدمه حق الإنترنت الوصلة بس إحنا كلنا قاعد نتكلم على الهاتف النقال صحيح. يعني الكويتية الحين بس مجرد شوية يعني شوية تعديلات أنا أقول لك ما كنت سافر الكويتية صحيح. أنا الحين آخر 6 أشهر 8 أشهر ما سافر لي على الكويت أروز. الخطوط جيدة الطيارات زينة الخدمة زينة يعني ما تحتاج ترى يعني جهد كبير بس إن الناس فقط إنك أنت تهيئ والعملية يعني أرقامهم الماركت شير مالت الكويت أروز كانت تقولون 6% الحين صار 30% صحيح يعني عرفت شلون يعني صحيح. وهذا هذا يقول لك إنه موضوع تخصخصة. والله أنا كذلك ودي أرجع للعقار حتى نوضح الرؤية بشكل أكبر لأنه مهم يهم شريحة كبيرة من المواطنين. يمكن شفنا والأرقام اللي ذكرتها 12,000 طلب سنويا والحكومة تنجز تقريبا من 12,000 تقريبا 3,000 يعني هذا اللي عندها هذا في الوقت الحاضر مع المطلع وكذي راح تجيب 40-50,000 بس هذا راح يعني يصج يسكر الفجوة مع 90,000 الموجودة الحين. نعم. بس هي بتراكم بس إيه بس من ذاك الوقت إلى جدام. نعم. عرفت شلون راح ما حلتها يعني أوكي حلت حق 50,000 بس بالأخير ما عندها. تمام يعني طيب توقعاتك للسوق العقاري بشكل عام يعني مع ارتفاع العقار في الوقت الحالي هل لازال بالإمكان للمواطن إنه يقترض مبلغ من المال وإنه إنه 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 يأخذ مثلاً اشتري له عقار بالكويت عشان أنت تتكلم عن بيت سكني؟ بيت سكني نعم. لا يعني يعني للأسف أقول حق الأخوان إنه حسب الأرقام الحين نعم. يعني مثل ما قلنا مساعة يعني الأرض الحين بالمهبولة 250,000 دينار يعني لا والموضوع بارتفاع يعني بارتفاع يعني لأن يعني لأن الكويت يعني الكويت الرقعة السكنية أو الرقعة يعني الأرضية أو نعم 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 محدودة محدودة وإحنا كلنا ما شاء الله كلنا بنسكن هني صوب الديرة حتى بالشغل أنت تلاحظ الحين الشوارع الصبح نعم. كلنا جايين وعقب الدوام كلنا طالعين كلنا طالعين نفس المكان نفس المكان هذا فاضي وهذا فللأسف الشاب الكويتي اليوم ما يقدر ومعتمد على الحكومة. أنا اعتقادي أنه لازم نحط خط ثاني اللي هو موضوع التمويل العقاري والبنوك مع شركات تطوير تبتدي هي ونغير النظرة اللي هو الكويتيين وأنا أتكلم عن ولدي وأتكلم عن اللي هو بيت العمر ما كيف اسمه بيت العمر الحين يعني عرفت شلون بيت العمر يعني أنا أقول لك أنا نفسي بيت العمر يوم عمري 45 سنة حصلته هذا اللي حصلته يعني تعرف الله والعادة طويل الله يرحمهم يعني تعرف الأبو توفى وصير حصل لك شوية فلوسات مني اختلفت الثقافة إيه الحين أنت ولا وفي الوقت هذا مثل ما قلت لك مساعة تدفع لك 50-60,000 دينار أجار صح يعني أنا أقول تطوير يعني لازم التطوير يصير الآن إنه والله أنا تزوجت يبو إحنا الحين لمدة 5 سنوات بنجيب لنا أهلي أهلين يبو خلنا نشتري لنا شقة غرفتين نوم صح حلوة طبعا شقة وهذا راح يصير لكن أعتقد أن في بعض القوانين لما يكون عندك أنت 50,000 على سبيل المثال تأخذك هذا القرض 50,000 وتبي ترد تسكر راح يعني راح الفوائد وغيرها راح تطول المدة فأنت على ما يطلع لك البيت إلا أنت الحين عندك القرض لا 15 سنة وسيارة يعني هي تراكمية العملية صحيح إنه
إيه بس أنت شنو أنت يعني أنت حين هذه تصنع صناعات نعم. يعني في المستقبل الآن أنت شو بيصير أنت مثلا خلنا نمشي بقرارك أو بالمثال مالك نعم. أنا والله بعد 10 سنوات طلع لي بيت وأنا عندي بعد باقي لي 5 سنوات هذا ما هذه راح تطلع صناعة ثانية هي بيع الشقق نعم يعني ببيع شقتي لأن في واحد شاب ثاني صحيح تو متزوج يقول لك أنت أكيد وأنا الفلوس هذه يعني وانت يعني بالمجتمعات العالميه يشتري شقه ويسكن فيها بعدين لما يكبر وحتى الدخل ماله يكبر صح. يشتري له بيت اكبر وبيت العمر اللي يبيه اللي تعرف الكويتيين الاخوان نعم. وانا يعني اتعاطف معاهم اللي يبي تعرف جيم ويبي سينما ويبي يحط له يعني تعرف بعضهم يعني واحد بعضهم يدلعون بعضهم لا ما بيدلعون بس كل واحد يحلم وهذا حلم نعم. يعني عرفت شلون يعني واحد يحاول يعيش يعني حياه كريمه بقدر المستطاع يعني تعرف شلون ويكون نعم. عياله كبروا ودخلنا في موضوع الشقق وهذا كله قاعد يرفع من سعر العقار سعر البنيان حتى اصلا تمام أنا دائما أحل البورصة لها وقع حلو بالنسبة لي أنا لكن يعني بشكل عام ما أنا بتحديد وبدقيقة أستاذ الكريم الكثير من المساهمين أو المضاربين في سوق الكويت الأوراق المالية يسألون عن قطاع البنوك من وجهة نظرك ولا هي دعوة للشراء ولا هي دعوة أن ولكن ودنا نعرف الأداء بشكل عام الأداء في شيء بالطريق شيء الأداء أنا أعتقد جيد مستقر هني اشكر يعني الهم البنك المركزي والبنوك التعاون بشكل عام نعم. والاقتصاد الكويتي وانا اقول لك حتى يعني الحكومه نشكرها في الموضوع هذا لان في الوقت اللي كان في ازمه عالميه الحكومه جابت مشاريع وضخت اموال ضخت مشاريع يعني. ضخت اموال البنوك قدرت عليها الفتره نعم. هذه انا اعتقد البنوك كلها الحمد لله نظيفه ميزانيتها نظيفه طبعا. ارباح البنوك كلها في شيء تبشرنا فيه لا ما على الأفق بس لا بس يعني أنت الحين كل أنت شفت يعني إيش قاعد يصير في البنوك أسهم البنوك نعم. لأن لما دخلنا في الفوتسي ودخلنا في هذولا والأبجريد اللي صار وهم أشكر الإخوان اللي في البورصة نعم. يعني خلال سنة سنتين شلون عطونا هالضخ الأموال اللي كانت موجودة في دار مدارنا دار في الإمارات صحيح. السعودية صحيح. من دخلت هني أداء البورصة تغير شفنا الأموال الساخنة بدأت طيب سألتي سؤال ما جاوبته إذا عندك شيء تبي أسأله يعني اللي هو موضوع الاستثماري والتجاري التجاري ولكن احنا وصلنا للأسف أنه وصلنا على نهاية الحلقة والحديث شيق معك ولكن هذا توعدنا أن المرات القادمة تكون معنا كذلك ندري أن وقتك ثمين أستاذ عادل عبد الوهاب الماجد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت شكرا جزيلا لك على حضورك أستاذ المشاهدين حفظ الله ورعايته في أمان الله